كل سنة وانتم طيبين. لقطبي الأمة والعنصرين، الأخوة المسيحيين عشان الأعياد بتاعتهم، والسادة المسلمين عشان بسم الله ما شاء الله داخلين على حزمة أعياد عندنا، فكل سنة وإحنا طيبين جميعا. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الشركات، موضوع بعيد شوية عن التركيزات اللي في السوق اللي بتسمعوها، ولكن المكاتب اللي شغالة فيها كتير والأنشطة اللي فيها متعددة، ودور المحامي فيها ما بينتهيش. من ساعة ما يجي الواحد يأسس الشركة إلى أن يستمر الشركة حتى التصفية. كان إحنا في المحاضرات اللي فاتت تحدثنا عن كيفية وطرق تأسيس الشركات. النهاردة هناخد حاجة كده جديدة شوية عن الملف القانوني لما بعد تأسيس الشركات. طيب، 90% مننا هيتطرق إلى ذهنه إنه الشغل بتاع الجمعيات العامة العادية والجمعيات العامة غير العادية ومحاضر الجلسات دي بتاعة المحاسبين. أنا بقولك لا. بقولك لا ليه؟ إحنا أسسنا الشركة خلاص، وجالك المستثمر عايز يعمل شركة، عملت له شركة مساهمة أو مسؤولية محدودة أو واديت له البطاقة الضريبية والسجل التجاري، هل موضوعك كمحامي انتهى؟ ها؟ أنا عايز أسمع. لا، ما انتهاش، ده ابتدى. خلاص، أنت أصبحت محامي الشركة، أنت أصبحت عندنا في الشركات الهيكل الإداري للشركات يا شباب. بيكون الأونر رئيس مجلس الإدارة. 90% من اللي أنا الشركات اللي في المكتب عندي بيبقى على يمينه المحاسب وعلى شماله المحامي، ما بياخدش خطوة غير لما بيشوف ده وبيشوف ده، لأنه ده اللي هيصحح له وهيروح وراه المحكمة، وده اللي هيظبط له الماليات بتاعته. بعد ما بتأسس الشركة عندنا ملفات ملتهبة، غالبا بتبقى حاجة اسمها محاضر اعتماد محاضر مجلس الإدارة، واعتماد الجمعيات العامة العادية، واعتماد المحاضر الجمعيات العامة الغير عادية. دورك أنت كمحامي في هذه المرحلة هو دور دقيق وحساس، لا سيما في الشركات التي لا يوجد فيها استقرار، لا سيما في الشركات التي توجد بها نزاعات، لأنه غالبا رئيس مجلس الإدارة مش هيجيبك كمحامي إلا لما يكون في مساهمين واقفين له بالمرصاد، إلا لما يكون في مشاكل في الشركة، لأنه الدنيا لو أي مكان ما فيهوش مشاكل هيبقى وجود المحامي فيه إيه؟ مش يعني دور ثانوي. طيب، لما بنيجي هنتكلم عن طبيعة عقد، احنا هنتكلم النهاردة عن شركات المساهمة. شركات المساهمة في حاجة اسمها اعتماد محضر مجلس الإدارة، في حاجة اسمها اعتماد الجمعية العامة العادية، في حاجة اسمها اعتماد الجمعية العامة غير العادية. هو ايه الفرق بين الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية؟ وايه الضمانات القانونية اللي أحطها المشرع للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية؟ ومتى أنا كمحامي أبطل الجمعية العامة العادية أو غير العادية على ما ترتب عليها من آثار؟ على ما ترتب عليها من أثر. وحط تحت الموضوع ده 700 خط. وإيه هو القانون الحاكم لمسألة الجمعيات العامة العادية وغير العادية؟ القانون الأب أو القانون الحاكم، القانون 159 لسنة 1981 اللي هو قانون الشركات، اللي هو الشريعة العامة. شفتوا احنا لما بنشتغل أساتذتنا علمونا إنه المدني هو أبو القوانين، بيشتق منه كل القوانين، صح كده؟ تعلمنا كده.
القانون 59 هو الشريعة العامة اللي بيحكم الشركات سواء كانت مدرجة في البورصة أو غير مدرجة. ليه؟ لأنه الشريعة العامة دي فصلت القول في عقد الجمعية العامة العادية وعقد الجمعية العامة غير العادية، واللائحة التنفيذية للقانون الشركات هي التي بتطبق على مسألة اعتماد المحاضر سواء كان جمعية عامة عادية أو غير عادية. طيب هل أنا كمحامي دور يقتصر إنه عايز نعمل جمعية عامة عادية أو غير عادية أجي كده للأسف الشديد وأدخل على الإنترنت وأكتب محضر اجتماع شركة مساهمة؟ أنا شفت الكلام ده على فكرة، واسمحوا لي لما بكلمكم عملي، أنا بدرس قانون تجاري بس أنا هبعد عن القوانين وعن التدريس وعن الأكاديمي وهنزل للشغل اللي بعمله بإيدي، اللي باخد فيه أتعاب واللي بجيب حقوق ناس، واللي أول ما ببص كده في الملف بعرف إذا كان فيه بطلان ولا ما فيش بطلان. أول ما بدخل على موضوع وجيبوا لي أنا الملف وببص فيه بقول لك الجمعية دي بطلة خلاص. ليه؟ هو أنا منجم؟ المادة 76 الحاكمة لمسألة الجمعيات قالت 6 شروط بيتوفروا فيها بطلان لا نقاش في ذلك، ولكن إزاي أنت توظف البطلان لمصلحة العميل بتاعك؟ إزاي توظف خطأ بسيط جدا يكون غير مقصود تنتزع منه بطلان الجمعية على ما ترتب عليها من آثار؟ عشان أنا لما أروح المحكمة الاقتصادية يبقى أنا رايح وأنا عارف رايح فين، ما كنش أنا واخد جمعية صحيحة ومكونة تكوينا طبقا للقانون. القانون يا شباب في الجمعيات بالذات ملهوش دعوة بالموضوع، ليه دعوة بإيه؟ بالشكل. إذا كونت الأحكام مستقرة، إحنا بتوع الاقتصادية بتوع المحاكم التجارية عارفينها، الأحكام مستقرة، إذا كونت الجمعية تكوينا صحيحا طبقا للقانون ملوش دعوة جوه إيه اللي بيحصل فيها، أنا ماليش دعوة. القانون قال لي ادعي 21 يوم هناخد الإجراءات دي بالتفصيل، أنا رعيت. ولذلك الهيئة العامة للاستثمار بتراجع الشكل ولا الموضوع؟ شكل. أنت هتلاقيها في الخمر يا ليل، ليها ايه؟ شكل. وبعدين طلع قرار بتاع رئيس الهيئة العامة للاستثمار قال لك رئيس مجلس الإدارة يكتب على نفسه إقرار إنه كافة البيانات الواردة في هذا المحضر هي سليمة وتحت مسؤوليتي. ليه؟ لما كان يبقى فيه بطلان في الجمعية ونروح نطعن بالتزوير ونجيب الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار مش خصم، هي جهة اعتماد فقط. انت بتروح بتقدم الورق اللي هنقوله بالتفصيل دلوقتي ايه هو وبتعتمده. طيب انت مزور في هذه الاوراق، انا جالي شك استوفيته، اطعن بالتزوير. وخلي بالك شركات المساهمة الأوراق بتاعتها أوراق رسمية، الشركات المساهمة بتاعتها شركات إيه؟ الأوراق بتاعت الشركة المساهمة هي أوراق رسمية، يعني اللعب فيها جناية مش جنحة. حط تحت دي 200 خط أي ورقة، ولذلك المادة 113 مكرر من قانون العقوبات أنا حبست فيها مراقب مالي وحبست فيها عضو مجلس إدارة، جناية مش جنحة. شركات المساهمة المصرية أوراقها أوراق رسمية، إذا ما رعيت فيها الأسس التي تتطلبها المادة أو القانون 159. طيب إزاي أنا أعمل جمعية عامة عادية أو غير عادية صحيحة طبقا للقانون؟ احنا عندنا أول حاجة رئيس مجلس الإدارة بيتصل بيك كمكتب
بيقول لك احنا هنعمل جمعيه عامه غير عاديه او جمعيه عامه عاديه. الجمعيه العامه العاديه يا شباب اللي هي النمطيه اللي هي اساتذتنا لا تتعلق بتعديل النظام الاساسي او عقد الشركه. لو انا هعدل في النظام الاساسي للشركه ما تنفعش جمعيه عامه عاديه، لازم جمعيه عامه ايه؟ غير عاديه. ليه؟ احنا عندنا في العقد وفي النظام الاساسي، النظام الاساسي اللي انعقدت عليه المؤسسين الشركه من اول يوم، لما اجي اغير اي ماده فيهم لازم اعدل في النظام الاساسي وفي العقد. عاد التعديل اللي انت بتروح تمضي عليه وما انتش عارف عشان تاخد الفرق من النقابه، ده ممكن يحبسك على فكره. الاساتذتنا الاجلاء اللي انا بنصح زمايلي اللي لسه متدربين، عيب لما تمضي على عقد تعديل وانت مش فاهم فيه حاجه عشان تاخد فرق الاسترداد او تاخد 100 جنيه زياده ولا 200 جنيه، عيب ما يصحش. انا بقول واقع عملي مش بتكلم من كتب، ولا انا غلطان؟ هتمضي عليه ده يلزمك، لانه مش هيعتمد المحضر للجمعيه العامه غير العاديه بعد ما يعتمد بيديك صورتين، صوره موجهه للشهر العقاري وصوره للسجل عشان تقشر. فانت عشان تعتمد المحضر لازم يكون عليه توقيع النقابه. فسيادتك امدوها، لا خلي بالك لما نيجي نعقد جمعيه عامه عاديه بتكون لاقرار، دي كل سنه لاقرار القوائم الماليه او مراجع الحسابات تعيينه او لاعاده تشكيل مجلس اداره، اللي هي الامور اللي مش خطره، او لابراء ذمه مجلس اداره واعاده تشكيله، او لعقد مكافاه اعضاء مجلس الاداره، الامور اللي هي المعتاده. اما اذا ما كنت سوف اقوم بتغيير في النظام الاساسي لعقد الشركه، فانا هغير في النظام الاساسي بجمعيه عامه غير عاديه. انا هقول لك على الحاجات اللي هي في امور مش هنتكلم فيها لانها مش هتصادفك كتير. انا هكلمك على 90% من اللي احنا شغالين فيه. 90% شغالين في الجمعيه العامه غير العاديه، الراجل عايز يرفع راس مال الشركه يبقى هغير الماده 6. النظام الاساسي يا شباب محفوظ للناس اللي شغالين فيه، زي كده الضرب والجنح ووصلات الامانه، المواد بتاعتها للساده بتوع الجنائي محفوظين. احنا عندنا في التجاري المواد اللي بنلعب فيها محفوظه. ماده 6 يبقى انا بغير في راس المال، راس مال الشركه. ماده 7 يبقى انا بغير في الهيكل الملكيه بتاع الشركه. ماده 21 يبقى انا بغير في اداره مجلس اداره الشركه. دي مواد اللي هي بتبقى في النظام الاساسي ما بتختلفش من شركه لشركه. في الشركات المساهمه لما تقول له الماده 21 يبقى هو عارف ده مجلس الاداره. ما تكلمه في الماده 7 يبقى انت عارف كده بتكلم على هيكل الملكيه. ما تكلمه في الماده 32 يبقى انت عارف كده بتغير على اختصاصات مجلس الاداره. ففي امور محفوظه. طيب لما اجي انا اعمل جمعيه عامه غير عاديه، القانون احطها بعده ضمانات، واحطها بعده ضمانات. ليه؟ ليه يا اساتذتنا؟ عشان مهمه، وعشان هنغير فيها في النظام الاساسي. الناس اللي هنا معانا ولا نايمين؟ شغالين التكييف احنا؟ الناس اللي جايه تتدرب واللي جايه تسمع اساتذتنا، الكلام اللي انا بقوله ده انا شغاله وحافظه. انا جاي عشان افتح لك طريق بعد سنه وبعد اتنين هتاخد فيها اتعاب كويسه، فبعد اذنك خليك معايا. اول حاجه يا شباب لازم اعمل حاجه اسمها محضر داعي. يعني ايه محضر داعي؟ يعني محضر مجلس اداره بيدعو لعقد جمعيه عامه غير عاديه. لكن انا في الجمعيه العامه العاديه مش محتاج محضر داعي،
محتاج اللي يدعي دعوة تكون موجهة من رئيس مجلس الإدارة. أنا في الجمعية العامة الغير عادية لازم عند الاعتماد بيطلبوا مني حاجة اسمها محضر مجلس إدارة داعي، اللي هو أنا بدعي لانعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة وأقول فيها أنا هعقدها ليه؟ عشان أغير المادة كذا، المادة 6 والمادة 7 والمادة 21 والمادة 22 والمادة 32 مثلا. معنى كلمة المادة زي ما قلت لك، المادة 6 خاصة برأس المال، المادة 7 خاصة هيكل الملكية اللي هي الناس المساهمة في الشركة، المادة 21 خاصة بمجلس الإدارة، المادة 32 خاصة بسلطات مجلس الإدارة. لو أنا هغير مقر الشركة يبقى مادة 5، يبقى مادة كام؟ أيا ما كان، أنت لما تيجي صحيفة الشركات لما تيجي عشان تعدل أنت عايز إيه؟ عايز غير المقر، برجع صحيفة الشركات يبقى أنا هدعو عشان أغير المادة كذا. وصلت؟ عملت مجلس الإدارة بروح أعتمده، وبعدين بعمل حاجة اسمها دعوة للمساهمين. حاجة اسمها دعوة إيه؟ دعوة مين؟ دعوة المساهمين. عندنا بندعي، بنوجه رئيس مجلس الإدارة بيعمل دعوة لعقد جمعية عامة عادية أو غير عادية، بيدعي فيها المساهمين، وبيدعي فيها مراقب الحسابات، وبيدعي فيها الهيئة العامة للاستثمار، وبيدعي فيها الهيئة العامة للرقابة المالية. دي الجهات القانون فرض عليها أنها تكون حاضرة، انها تدعى، سواء حضرت ما حضرتش بس لازم حضور مراقب الحسابات. ولكن الهيئه العامه للاستثمار والرقابه الماليه ما بتحضرش الا لو عايزين احنا نحضرها، لو كنا عاملين كمين، لانه احنا برضو احيانا ايه بنعمل كمين. فانت بتحضرها، وبتحضرها ليه؟ عشان انت عامل كمين لأحد المساهمين أو لأحد العمال أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أيا ما كان، وعايز تثبت بالقانون حقك. والرقابة المالية بندي لها دعوة، وبحدد القانون اشترط يا شباب في المادة 200 في اللائحة وما بعدها، و202 وما بعدها في اللائحة التنفيذية، اشترط شكل معين للدعوة. تبقى من لازم يتكتب، تبقى على ورق الشركة، الشركة المساهمة، تبقى موجود فيها كافة بيانات الشركة، اسم الشركة، سجل التجاري بتاع الشركة، رأس مال الشركة، عدد أسهم الشركة، عدد الأسهم بتاعت الشركة، المكان اللي هتنعقد فيه جمعية، مقر الشركة، الساعة اللي هتنعقد فيه الجمعية، اليوم اللي هتنعقد فيه الجمعية، الجدول، البنود اللي هتناقشها الجمعية. ثم بعد ذلك بيختتم وبيمضي رئيس مجلس الإدارة، وبنبعتها بجواب مسجل بعلم الوصول أو بننشرها، وبنبعت النشر. والقانون واللائحة دلوقتي اتغيرت، قال لك ما تبعتش. كانت الأول نبعت الدعوة قبلها بكم يوم يا شباب، الناس اللي شغالة في الشركات، كم؟ كان 15، دلوقتي 21 يوم. لا يحسب منهم يوم الإرسال ولا يوم الانعقاد، يعني 23 يوم. خلي بالك، أنا أبطلت جمعية عامة عشان 24 ساعة. خلي بالك المواعيد، احنا بنتكلم في الشكل، مالناش دعوه باللي جوه، احنا بنتكلم في الشكل. طيب، 21 يوم بتبعت الدعوات وبتقول والله لو عايز يحضر، لو انت عايز كمحامي شركه، الكلام اللي انا اقوله لك هنا مش هتلاقي حد والله العظيم يقول لك بره، لانه اتعلمناه بفلوس، اتعلمناه بتعب، والله على ما اقول شهيد، وبنحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
لو انت عايز تدخل شركة وتعلم على كل اللي فيها، انا الكلام اللي اقوله لك هنا كلام عملي. 90% من الشركات قبل تعديل القانون 4 ما كانتش بتحفظ اسهمها، فلذلك المساهم مش معاه شهادات الاسهم. الناس اللي شغاله في الشركات، صح ولا غلطان؟ دلوقتي لازم يكون معاه. فكنا بنعمل ايه بقى لما يكون في شركه عايز تعور فيها الناس؟ تسيبهم ينعقدوا وتجيب الهيئه العامه للاستثمار. مين معاه شهاده الاسهم؟ اذا كان انت ما طلعتش شهاده اسهم اصلا، بس القانون قال ايه؟ اللي هيحضر يا يروح يجمد الاسهم في بنك الحفظ او في بنك عام او يسلمها الشركه ويجيب لي ما يفيد. اول لقطه انت خدتها كمحامي. طب بعد ما تثبت حضورهم وبعد ما تامن عليهم، فين شهاده الحفظ؟ فين شهاده الاسهم؟ ما فيش. طب بعد اذنك اتفضل اطلع بره. ده انا مساهم، انت على دماغي. ده انا مالك، انت على دماغي. لكن انا بتكلم هنا ايه؟ قانون. القانون قال اللي عايز يحضر يجمد الاسهم. جمدتها؟ لا ما جمدتهاش، يبقى ما تحضرش. واثبت الكلام ده في المحضر. احنا ما عندناش مشكله، عندنا مشكله؟ انا بتكلم قانون وهتعتمد وهيروح المحكمه وهكسبك. دي اول حاجه. دي بتاعت محامي ولا محاسب؟ ومش هيقول الكلام ده غير المحامي اللي يكون مهروس في الشركات. حضر هو وما عرفش يثبت وجوده. او انت حضرته وجه هو طبقا للقانون مش معاه شهاده الاسهم، ينفع انت كرجل قانون ان تسيبه يحضر ويتداول وتاخد اصواته كمان؟ طب ما هو حضوره باطل اصلا لان هو ما رعاش القانون. دي مشكلتي انا؟ لا مش مشكلتي انا. ده اول كمين. ولا سيما كمان لو كان بتاع الهيئه انت جايبه وبتاع، صح ولا مش صح؟ اثبت يا عم الكلام ده، اثبت الكلام ده، احنا بنتكلم قانون. طيب، وجهنا الدعوات لعقد جمعيه عامه غير عاديه. الجمعيه العامه غير العاديه جمعيه خطيره لانه بيترتب عليها تغيير النظام الاساسي وعقد الشركه. انعقدت الجمعيه بعين حاجه واحد اسمه امين سر، وبعين اثنين اسمهم فارزي الاصوات اللي بيفرزوا الاصوات الباطله من الاصوات الصحيحه. صاحبنا اللي جاي يحضر ده ومضى وما معهوش شهاده الاسهم، ده صحيح ولا باطل؟ باطل. ومراقب الحسابات بيكون موجود، لازم يكون موجود. ورئيس الاجتماع اللي هو مين؟ رئيس مجلس الاداره. دول كم واحد يا شباب؟ خمسه. دول كام؟ بلاش دي عشان ما نتحبسش، خليهم خمسه. يبقى امين السر، اثنين فارزي اصوات. ما هم بتحبس دي والله. ما احنا في بيت الاسد يعني، فخليهم كده. فارزي الاصوات، مراقب الحسابات، ثم رئيس الاجتماع. طيب، هيمضوا على كل ورقه. مش هيمضوا على كل ورقه بس، هيمضوا على كشوف. هعمل حاجه اسمها كشوف الحضور. اول حاجه كشوف حضور اعضاء مجلس الاداره. القانون استوجب انه في الجمعيه العامه العاديه او الغير العاديه لازم يكون مجلس الاداره موجود اقل حاجه ثلاثه. عدم وجود الثلاثة يبقى فيها بطلان. طيب، ثلاث اعضاء مجلس الإدارة لازم يكونوا حاضرين الجمعية، كشوفهم منفردة وحدهم، كشف السادة المساهمين موجود يمضوا عليه. لو انا سلمت الدعوات بالإيد بعمل حاجة اسمها كشف استلام الدعوات بالإيد بيمضي عليه.
لو عندي ناس هتستقيل من مجلس الإدارة يبقى لازم أخد إيه منه؟ ها؟ لازم أخد الاستقالة، والاستقالة ما أخدهاش وأحطها كده وخلاص، لازم أخلي مجلس الإدارة أو رئيس المجلس يمضي تقبل الاستقالة على أن تعرض على الجمعية ويبقى مختومة بختم الشركة. لو في ناس جديدة هتتعين لازم أخد حاجة منهم اسمه خطاب أو جواب قبول التعيين، فلان ده هيتعين، أنا قبلت إن أنا أتعين في شركة كذا، شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم كذا، على أن أعمل لمصلحة الشركة وفقا للقانون واللائحة، وبيمضي وبيتختم بختم الشركة. عندي استقالات لازم استقالة، عندي قبول لازم إيه؟ لازم إيه يا شباب؟ لو عندي ناس هتتعين جديدة أخد منه إيه؟ مش تعيين، جواب قبول، جواب قبول. طيب أنا خدت الكلام ده كله هقول له أنت لو عايز تغير في هيكل الملكية، معنى ذلك لو في ناس هتبيع وفي ناس هتشتري، المادة 7، أي عملية بيع أو شراء يا شباب في الشركات المساهمة لازم بتتم عن طريق إيه؟ هتتم فين؟ تمام، بس عملية البيع والشراء مين اللي هينفذها؟ لازم تتم في البورصة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة. مدرجة يعني إيه؟ يعني الأسهم، الشركات المدرجة في البورصة اللي هي في الأسهم، الأسهم المدرجة اللي بتتباع وتشترى فين؟ في البورصة. غير مدرجة اللي هي الشركات المغلقة، في حاجة اسمها خارج المقصورة، هي ليها أسهم ولكن مش مدرجة، فبتتباع فين؟ في عمليات الخارج، خارج المقصورة. لازم أبيعها، أبيعها فين؟ في خارج المقصورة. ومين اللي بيحالي؟ سمسار، اللي هي شركة الأوراق المالية. نعم، خارج المقصورة. مفيش، ما بتدي الأوامر فيها والأوردر لشركة السمسرة ما بتتمش على الشاشة، لأن أنت مش مدرك، ما بتتمش على شاشة البورصة، بتتم في البورصة أي نعم، بس بتتم خارج المقصورة المساهمة. هتدفع كام؟ احنا عندنا نوعين من الشركات، الشركة المدرجة في البورصة اللي هي الأسهمها بتتباع وتشترى على الشاشة في البورصة، دي بتتم عن طريق سمسار أوامر بيع وشراء سمسار. الشركات الغير مدرجة اللي هي الشركات العادية بتاعتنا احنا، الشركات المغلقة اللي مش مطروحة في البورصة، بتتم برضه في البورصة عن طريق سمسار، بس ما بتسمعش على الشاشة، بتبقى حاجة اسمها خارج المقصورة، لكن لازم تتم في البورصة. بتيجي حاجة اسمها اختارات نقل الملكية. اختارات ايه؟ 99% من شركات المساهمة. لا، ما هو خارج ده لازم تكون اسهم، انت مش هيطلع لك شهادة لما يكون متسجل هناك ليك شهادة اسهم، ولكن مش مدرجة، ما بتعملش عليها. بره يعني احنا شركات مساهمة لكن مش مدرجة. لو عايز تبيع وتشتري اسهم يبقى هيتم داخل المقصورة، خارج المقصورة. هجيب انا اختارات نقل الملكية المادة 7، لازم قبل ما اعمل الجمعية عشان اخد منهم النسب، فلان باع لفلان وباع له كام، وبعد ما باع اصبح نسبته كام وفلوسه كام. طيب انا دلوقتي هعتمد له الجمعية العامة غير العادية في الهيئة العامة للاستثمار، باخد كشوف الحضور، باخد كشف حضور سادة المساهمين، باخد كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة، باخد كشف استلام الدعوات، باخد أصل محضر الجمعية، وبكتب طلب لرئيس الإدارة المركزية للشركات إنه يعتمد لي ده،
وبيكون فيها مرفق صورة البطاقة بتاعت سيادتك، وانت بتكون مفوض داخل الجمعية، بعمل بند آخر بند في الجمعية بعد ما ياخدوا القرارات، القرار الأول موافقة على كذا، القرار الثاني زي ما يتفقوا هم ملناش فيه، باخد بند فوضنا نحن الأستاذ فلان الفلاني والأستاذ فلان الفلاني سواء مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الرقابة المالية والتأشير به في السجل التجاري. وخلي بالك وهتقول والتصديق واعتماد محضر عقد التعديل أمام الشهر العقاري، لأنه أحيانا الشهر العقاري بيقفش وبقول لك لا ما أنت ليك اعتماد وتعديل بس مالش، فأنت إيه كلمتين مش هتخسره. بعد ما تاخد محضر الجمعية والكلام ده كله بتقدمه للهيئة العامة للاستثمار، بتبتدي تراجع وأنت على الشباك. لو هيعملها المحاسب القانوني ما عندناش مشكلة فيه، لو هتعملها أنت تبقى عارف الحاجات المطلوبة منك، أنك أنت بتاخد معاك سجل تجاري حديث ما يكونش عدى عليه 3 شهور، وبتاخد معاك صورة من عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الاستثمار، وبتاخد معاك المحضر أصل محضر الجمعية والكشوف اللي احنا قلنا عليها، وبتكتب إقرار دلوقتي عشان القيد والإيداع شركة مصر للمقاصة، طلع القانون رقم 4 لسنة 2018 ألزم كل الشركات المساهمة إنها تعمل إيداع وقيد مركزي لأسهمها، اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله، إنك أنت دلوقتي زمان هست زمان ما عادش تنفع، أنت مساهم يبقى أنت هتروح تجيب بيان من شركة مصر للمقاصة إنك أنت والله الأستاذ إسماعيل طه يملك 70 سهم، قيمة السهم كذا، شركة كذا، خلاص سواء الشركة اديت له أو ما اديتلوش فأنت حقك أصبح فين؟ محفوظ في مصر للمقاصة. بتقدم الكلام ده في الهيئة العامة للاستثمار، سواء أنتوا تبع القاهرة الكبرى، يعني غالبا كلنا في صلاح سالم، الجيزة والفيوم في استثمار 6 أكتوبر اللي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ودلوقتي عملوا استثمار سوهاج، وحاليا في طور استثمار البحر الأحمر هتاخدوا الغرداء وسفاجة، وعملوا استثمار اسكندرية، وعملوا استثمار العاشر من رمضان، ده للشركات أصبحت موزعة توزيع إقليمي. الشركات اللي تبع القطاع يبقى هنا، يعني ما أصبحتش كلها مركزة عندنا في الهيئة، أصبح في مركز خدمات المستثمرين، أصبح في كل إقليم أو في كل 7-8 محافظات في مركز ليهم خاص بيهم يؤدي هذه الخدمات. فأنت هتشوف مقر الشركة فين. لو هي تأسست هنا وما زال الملف بتاعها موجود هنا تشتغل هنا، ولكن لو تأسست هنا والملف بتاعها راح 6 أكتوبر يبقى شغلك هيبقى فين؟ في 6 أكتوبر، ما فيش مشكلة فيها خالص. بعد ما تخلص أهم حاجة وانت على الشباك تتأكد إنه الجمعية سواء عامة عادية أو غير عادية اعتمدت بدون ملاحظة. اعتمدت إيه؟ بدون ملاحظات، لأنه هي لو اعتمدت بملاحظات هتبقى عيبة في حقك كمحامي. أولا مش هتعرف تأشر بيها في السجل التجاري. وفي ملاحظة يعني في خطأ إجرائي، خطأ شكلي، ودي مشكلة. ودي مشكلة. معظم قضايا البطلان يا شباب الجمعية لما تبقى فيها مشكلة وتجي لك أنت كمحامي عشان تبوظها، بتمسك الجمعية من حيث الشكل، وبتمسك المادة 76 قانون 159 اللي هي خاصة بالبطلان، قالت إيه؟ إنه أول حاجة لا يجوز
أن يطالب بالبطلان من تغيب عن حضور الجمعية بدون عذر مقبول. كل كلمة في المادة 76 لها وزن ذهب، مش كل حرف، كل كلمة. يبقى أنت لو وجهت له دعوة على المقر الثابت في سجلات الشركة وهو ما جاش، أعمل له أروح أجيبه أنا؟ بس لازم تثبت إنك أنت إيه؟ وجهت له الدعوة. السادة اللي شغالين في جنح المباني كانت خدت فترة عدم الإعلان المادة 59 وبتروح تجيب سين ستة مراسلات، نفس الموضوع عندنا برضه. بس دلوقتي البريد بتتتبع أنت الدعوة بتاعتك وأنت في مكتبك أونلاين، بيديك باسورد بتتتبعه إيه اللي حصل فيه أونلاين. أنت بعت الدعوات ومعاك ما يفيد أنك أنت بعت الدعوات وثابت على مقر الشركة، إذن فافترض فيه أنه هو تحقق لديه العلم. هو بقى حضر ما حضرش دي إيه؟ مش مشكلتي، أنا مش هعطل جمعية عشانه. طيب لو أنا بعت الدعوة وعقدتها قبل 21 يوم فيها بطلان، لأن أنا كده بتوهه. خلي بالك، أنا كسبت قضية في المحكمة الاقتصادية عشان هو عقدها. أنا عن نفسي يعني اكتشفتها صدفة والله، مش فراسة، واكتشفتها كمان في تاني جلسة مش في أول جلسة عشان أكون صادق. لما تيجي تركز في أي ملف لازم تفحص كافة الأوراق التي قدمت لاعتماد الجمعية، لأنه أنت هتجيب يا إما دليل براءة أو دليل بطلانها أو دليل صحتها. منين؟ من ورق الجمعية. سيبك من الكلام اللي هتسمعه، خلي بالك النظام الأساسي وانت بتأسس الشركة بيقول لك لا يجوز أن تنعقد الجمعية العامة إلا في مدينة كذا وكذا. تيجي انت سيادتك قال لك القاهرة، وتيجي انت كده محامي صعيدي زي كده من سوهاج جاي من البلد كده بعبلك، وانت مش عارف الفرق. مؤاخذة سيادة النقيب، كلنا صعايدة، كلهم صعايدة، وانت مش عارف الفرق بين القاهرة والجيزة، وتروح تعملها في الدقي ولا في العجوزة، يبقى الجمعية هنا ايه؟ انت هتدخل المحكمة هتنور على الحتة دي. بس النظام الأساسي قال انه ما تعقدش الا في القاهرة، وهو عاملها لي فين؟ في العجوزة. أقول والله ده بطلان، هو تاخد أصل ملاحظة عندك في الهيئة العامة للاستثمار، تاخد ملاحظة، ما هو أنت ما عقدتش في المقر. ممكن المقر بتاعها يكون في القاهرة وأنت تقول يجوز إنها تعقد في القاهرة والجيزة وتعقد، ما فيش مشكلة، ما تحددش. بس المهم حاجة يكون إيه؟ النظام الأساسي ينص على ذلك. ليه بقى؟ لأنه للأسف الشديد، وأنا معترض على هذا الحكم إن كان لنا حق التعقيب، المحكمة الاقتصادية في أحد أحكامها أقرت بأن النظام الأساسي للشركة المساهمة المصرية هو نظام يعلو على اللائحة التنفيذية للقانون، وأن سلطان الإرادة إذا ما اتفق عليه المساهمون فإنه يسري في حق الكافة. أنا الحكم ده يعني طبعا هو طعن عليه بالنقد. ليه؟ في مادة في النظام الأساسي، المادة مش عارف كام و50، بتقول إنه لا يتم رفع أو اللجوء للقضاء على أمور تمس الشركة إلا بعد أخذ رأي الجمعية العامة. دي موجودة،
والمحامي قال لك انه رفع قضيه بطلان وتخطى النظام الاساسي للشركه ولم يقم بعرض هذا النزاع اولا على الجمعيه العامه للشركه، والحكم ايد هذا القرار والكلام وقال انه طالما ما عرضهاش ففي هنا ايه بطلان، وبالتالي إرادة المساهمين عند التأسيس تعلو على هذه اللائحة. يعني الكلام ده محل نقد طبعا، وهنشوفها توصل فيه الأمور لفين يعني. وبالتالي أنت النظام الأساسي لازم تعرف هل هو العقد هيتم انعقاده في القاهرة ولا في الجيزة ولا في اسكندرية، زي ما بيقول لازم الجمعية تعقد في هذا المكان. طيب أنا خلصت اعتمد الشرط، هروح أشر بالكلام ده في السجل التجاري، سواء زيادة رأس المال أو تغيير مادة 21 أعضاء مجلس الإدارة، وهطلع عشان أعتمد عقد التعديل، لأنه إحنا عندنا في الشركات المساهمة لازم عقد التعديل أعتمده في الشهر العقاري، وبعدين أروح أنشره في صحيفة الاستثمار عشان يبقى تعديلات الشركة عندي من أول يوم كان فيها فلان وفلان باع لفلان وفلان طلع، وأصبحت الأمور إيه مسلسلة عندي. بعد ما أعتمد المحضر وأعتمد وأشر بيه في السجل وصدق على عقد التعديل، موضوعي كده انتهى خلاص، أصبح هناك تعديل شركة، المواد اللي احنا اتفقنا إن احنا نغيرها غيرناها، والمواد اللي احنا عدلناها عدلناها، واروح اشهر بيه في السجل التجاري واخد العقد التعديل ده اروح انشره في الصحيفه صحيفه الاستثمار. ده بالنسبه للجمعيه العامه الغير العاديه. ده بالنسبه للجمعيه العامه الغير عاديه اللي هي معظم المشاكل فيها بتكون مشاكل حساسه، لانه غالبا بتنطوي على تعديل نظام الشركه. الجمعيه العامه العاديه نفس الاجراء، هي ما بتختلفش، بس مش بحتاج قبلها محضر داعي، مش بحتاج قبلها محضر داعي، هي ما فيش مشكله فيها. بالنسبه للمحضر اجتماع محضر مجلس الاداره هاخد معايا المحضر نفسه وانا بعتمد، وهاخد معايا السجل التجاري حديث، وهاخد معايا كشف حضور اعضاء مجلس الاداره، واروح اعتمده من الهيئه العامه للاستثمار بالقرارات اللي هو واخدها. القرارات دي يا شباب زي ما تكون، اجتمع المجلس بيكون فيه امين السر ورئيس الاجتماع، بيعتمد مفيش مشكله فيهم خالص. ده بالنسبه لمحضر مجلس الاداره، وبالنسبه للجمعية العامة العادية، وبالنسبة للجمعية العامة غير العادية. دي الحاجات اللي هي الهيئة العامة للاستثمار أصدرت كتيب اسمه الأطر القانونية للجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارات. في كل الكلام اللي أنا بقوله لك ده شرح مفصل، والورق اللي مطلوب منك إيه، والبيانات اللي تدلي بيها إيه. الجمعية العامة الغير العادية النسخة الواحدة ب 900 جنيه، محضر مجلس الإدارة النسخة ب 300 جنيه، والجمعية العامة العادية النسخة اعتمادها بكلف 300 جنيه. لو أنت عايز أكتر من نسخة هتزود 300 تاني. ده بالنسبة لما بعد التأسيس. ما بعد التأسيس. أتمنى أنكم أنتم تكونوا استفدتوا يعني، ولو أي أسئلة أنا تحت أمركم. كل سنة وأنتم طيبين.